السلام عليكم يا تلاميذي الحلوين الأعزاء، معكم المعلمة زهراء حسن بدرس جديد من دروس قراءتي للصف الثالث الابتدائي. كنا نقف احترام للنشيد الوطني والعلم العراقي. ممتاز يا سنافر الصغار الحلوين، وبارك الله بكم. المساعدة بين الأصدقاء تكون بمساعدة في الدراسة أو مساعدة في الشارع أو مساعدة والدتي في أمور المنزل أو مساعدة كبار السن في الطريق. المساعدة لا تقتصر على الإنسان فقط، بل تكون بين الحيوانات أيضا. نشاهد في هذه الصور الحيوانات تساعد الدجاجة أم كوكو. قبل أن نقرأ الدرس لنشاهد معا هذا الفيديو. بحكي صو صو أنا صوصو بحكي صو 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 هادي الجاج بتحكي بق بق وأنا صوصو بحكي صو صو أنا صوصو بحكي صو 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 هادا الديك بيحكي كوكو هادي الجاج بتحكي بق بق وأنا صوصو بحكي صو 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 هادي البطة بتحكي واك واك وهادا الديك بيحكي كوكو هادي الجاج بتحكي بق بق وأنا صوصو بحكي صو 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 هادي القطة بتحكي نو نو هادي البطة بتحكي واك واك وهادا الديك بيحكي كوكو هادي الجاج بتحكي بق بق وأنا الصوصو بحكي صو 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 هادا الكلب بيحكي هو هو هادي القطة بتحكي نو نو هادي البطة بتحكي واك واك وهادا الديك بيحكي كوكو هادي الجاج بتحكي بق بق وأنا الصوصو بحكي صو 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 عم يحكي ماء ماء وهاد الكلب بيحكي هو هو هاد القطة بتحكي نو نو هاد البطة بتحكي واك واك وهاد الديك بيحكي كوكو هاد الجاج بتحكي باق باق وأنا صوصو بحكي صو 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 عرفتوا درسنا اليوم يا سنافر الصغار الحلوين اللي هو الأرنب والصوصو كوكو، فلنقرأ الدرس. أرجو منكم الانتباه والتركيز على القراءة يا حلوين. يلا كنا عيننا على الشاشة أو في كتب القراءة. الأرنب والصوصو كوكو. باضت الدجاجة أم كوكو 10 بيضات، وحضنت البيضة ورقدت عليه 21 يوما، وانتظرت حتى يفقس البيض. خرجت الدجاجة تفتش عن الطعام، فجاء أرنب صغير يلعب بالكرة، فوقعت الكرة على بيض الدجاجة، فتدحرجت بيضة في القش،
بعيداً عن البيضات التسع، وسمع الأرنب صوت قشرة البيضة تتكسر، فاقترب منها ورأى فرخاً صغيراً يخرج من البيضة ويصيح: أمي أمي، أين أمي؟ أريد أمي. فسأله الأرنب الصغير: من أنت؟ تعال نلعب بالكرة. رفرف الفرخ بجناحيه الصغيرين وصاح: أنا الصوص كوكو، أين أمي؟ أريد أمي. وأخذ يمسح ريشه بفراء الأرنب الناعم، ففرح الأرنب بصديقه الجديد. وكانت الدجاجة تبكي على بيضتها، فسمع الديك بكاءها وصاح على الكلب وقال: هيا نبحث عن البيضة. نبح الكلب وقال للحصان: هيا نبحث عن بيضة أم كوكو. صهل الحصان وقال للحمار: تعال معي نبحث عن البيضة. نهق الحمار وقال: هيا بنا اسرعوا نبحث عن البيضة. مر الديك بالأرنب مسرعا، فقال له الأرنب: علام تركض يا صديقي؟ تعال نلعب معا، أنا وأنت وصديقي الصوص كوكو. قال الديك بصوت حزين: لقد ضاعت بيضة الدجاجة أم كوكو، وأنا الآن أبحث عنها. جاء الكلب والحصان والحمار، فوقفوا ينظرون إلى الأرنب والديك والصوص. وجاءت الدجاجة مسرعة تصيح بلهفة: فرخي فرخي حبيبي كوكو، أين وجدتموه؟ واحتضنت الصوص وسألت الديك: لماذا لم تخبرني بأنكم وجدتم فرخي؟ فأجاب الديك مستغربا: كنا نبحث عن بيضتك لا عن فرخك. قالت الدجاجة: شكرا لكم جميعا يا أصدقائي. والآن حبايبي الحلوين، اللي راح أصيح اسمه يفتح المايك ويقرأ لي الدرس. راح نبدي روز علي. يلا روزاية، الكل ينتبه حبايبي على القراءة وين ما توصل. يلا روز. الأرنب والصوص كوكو، ضاعت الدجاجة أم كوكو 10 بيضات، وحضر في البيضات البيضة، وقد ورق ذاك عليه 21 يوما، وانتظرت حتى يقص البيض. خلدت الدجاجة تفتش على الطعام، فجاء أرنب صغير يلعب بالكرة. نعم. وقعت الكرة على بيض الدجاجة، فتدحرجت البيضة بيضة في القش البيضات التسع. وسمع الأرنب: وتدحرجت بيضة في القش بعيدا عن البيضات التسع. وسمع الأرنب صوت قشرة البيضة تتكسر. أحسنتي روز، بارك الله بيك يا وردة يا شطورة، ممتاز يا حلوة. يلا ميار، وينها ميورة الحلوة؟ ميار حسام. نعم شانسي. يلا حبيبتي ميورة. و فاقترب ف ف اقترب من منها و و و وأرى ورأى فرخا صغيرا يخرج من
البيضتي ويصيح أمي أمي أين أمي؟ أريد أمي. فسأله الأرنب الصغير. أحسنتي يا ميورة، بارك الله بيك يا شطورتي الحلوة. علي سيف، يلا علاوي. شكرا. لانسانسي. هلا حبيبي علاوي، شلونك؟ يلا ابدأ القراءة. من أين نلعب بالكرة يا ميورة؟ وجناحيه الصغيرين وصاح أنا صوصو كوكو أين أمي أريد أمي، وأخذ يمسح ريشه بفرائي الأرنبي الناعمي. ففرح الأرنب بصديقه الجديد. كانت الديكاجة تبكي على بيضاتها، فسمع الديك وبكاءها وصاح على الكب وقال هيا نبحث عن البيضة. أحسنت يا بطل يا شطور، بارك الله بيك. عبد الله حيدر، وين عبودي؟ عبد الله حيدر. نعم شانسي. يلا حبيبي عبودي أكمل القراءة. نبح الكلب وقال للحصان هيا نبحث عن بيضة أم كوكو. سهر الحصان وقال للحمار تعال معي نبحث عن البيضة. نهق الحمار وقال هيا بنا أسرعوا نبحث عن بيضتي. مر الديك بالأرنب مسرعا فقال له الأرنب علامة تركض يا صديقي، تعال نلعب معا أنا وأنت وصديقي الصوص كوكو. قال الديك بصوت حزين لقد ضاعت بيضة الدجاجة أم كوكو. أحسنت يا عبودي بارك الله بيك. رحمة محمد. شكرا سانسي. شكرا لك يا وردة. يلا رحومة. هلا حبيبتي رحومة. وأنا الآن أبحث عنها، جاء الكلب والحصان والحمار فوقفوا ينظرون إلى الأرنب والديك والصوص، وجاءت الدجاجة مسرعة تصيح بلفتي فرخي فرخي حبيبي كوكو أين وجدتهم؟ واحتضنت الصوص وسألت للديك لماذا لم تخبرني بأنكم وجدتم فرخي؟ أحسنتي يا رحومة بارك الله بيك. يا وردة ممتاز. بنين أسعد، وينها بنونة؟ نعم ساسي. هلا حبيبتي بنونة، يلا أكملي القراءة. أنا وصوص كوكو. ماما وصلنا هنا بنين. فأجاب ديكو مستغربا وكان كنا نبحث عن بيضتك ولا عن فرقك. قال الدجاجة شكرا لكم جميعا يا أصدقائي. أحسنتي يا بنونة بارك الله بيك. بنونة مستغربة، شنو نوع التنوين هنا؟ تنوين فتح. أحسنتي يا بنونة بارك الله بيك. شكرا سنسي. أحسنتي. رتاج، يلا رتوجة. شكرا لك يا وردة. يلا حبيبتي رتوجة. صوص كوكو الأرنب والصوص كوكو. بابت الدجاجة أم كوكو 10 بيضات، محضنت البيضة
ورقدت عليه 21 يوما. نعم. وانتظرت حتى يفقس البيض. خرجت الدجاجة تفتش عن الطعام، فجاء أرنب صغير يلعب بالكرة، فوقعت الكرة على بيض الدجاجة. على شنو هذا على حبيبتي رتاج؟ على حرف جر. أحسنتي، ممتاز يا وردة، بارك الله بيك. حسن خالد. شكرا سانسي. شكرا لك يا وردة. حسن خالد. السلام عليكم سانسي. وعليكم السلام حبيبي حسوني. فتدحرجت بيضة في القش بعيدا عن بيضات تسعى، وسمع الأرنب صوت قشرة بيضة تتكسر، فاقترب منها ورأى فرخا صغيرا يخرج من البيضة ويصيح: أمي أمي أين أمي؟ أريد أمي. فسأله الأرنب الصغير. أحسنت يا حسوني، بارك الله بك يا وردة. شكرا لك يا وردة. نريمان علي. نريمان نرمونة. فسأله الأرنب الصغير: من أنت؟ تعال نلعب بالكرة. رفرف الفرخ بجناحيه الصغيرين وصاح: أنا الصوص كوكو، أين أمي؟ أريد أمي. وأخذ يمسح ريشه بفراء الأرنب الناعم، ففرح الأرنب بصديقه الجديد. كانت الدجاجة تبكي على بيضتها، فسمع الديك بكاءها وصاح على الكلب وقال: هيا نبحث عن البيضة. هاي العن شنو حبيبي نريمان؟ نبح الكلب وقال. العن هاي شنو نريمانة؟ حرف جر. أحسنتي، شنو يأتي بعد حرف الجر؟ حرف جر. ماذا يأتي بعد حرف الجر؟ اسم مجرور بالكسر. ممتاز يا نريمان، بارك الله بيك. حمزة. أحسنتي، حمزة مهند. نعم سانسي. شكرا لك نرمونة. يلا حبيبي حمزاوي. نبح الكلب وقال للحصان: هيا نبحث عن بيضة أم كوكو. سهل الحصان وقال الحمار: تعال معني نبحث عني البيضة. هاي العن شنو حمزاوي؟ حرف جر. ماذا يأتي بعد حرف الجر؟ اسم مجرور بالكسرة. اللي هي وين الاسم المجرور هنا؟ البيضة. أحسنت يا حمزة، بارك الله بك. حسين وسام. ناسي دول يسلمون عليك الدبدوب والأرنب. شكراً، أنا هم أسلم عليهم. حسين وسام. نعم سانسي. يلا حبيبي حسين أكمل القراءة. أنا نهقة. نهق الحمار وقال: هيا بنا أسرعوا نبحث عن البيضة. مرت ديك بالأرنب مسرعا، فقال له الأرنب: علامة تركض يا صديق، تعال نلعب معا. هاي شنو العلامة؟ هاي العلامة دشوفها بالشاشة. هاي شنو العلامة؟ علامة استفهام. أحسنت، مسرعا، شنو هاي نوع التنوين؟ تنوين الفاتح. أسرعوا، شنو نوع الواو؟ واو جماعة. أحسنت يا بطل، شكرا لك يا حسين. درار زياد. السلام عليكم سانسي. وعليكم السلام حبيبتي درار.
تعال نلعب معا أنا وأنت وصديقي الصوص كوكو. قال الديك بصوت حزين: لقد ضاعت بيضة دجاجتي أم كوكو، وأنا الآن أبحث عنها. جاء الكلب والحصان والحمار، فوقفوا ينظرون إلى الأرنب والديك والصوص. وجاءت شكرا إليك يا درر. فوقفوا، شنو نوع الواو هنا؟ واو الجماعة. زين، ينظرون إلى الأرنبي، وين حرف الجر؟ إلى. وماذا يأتي بعد حرف الجر؟ اسم مجرور بالكسرة، اللي هو وينه؟ أرنب. أحسنتي، ممتاز يا درورة، بارك الله بيك يا حلوة. منتظر عباس. وجاءت، نعم سانسي. يلا حبيبي منتظر، أكمل القراءة. وجاءت الدجاجة، الدجاجة مسرعة تصيح بلهفة: فخري حبيبي كوكو، فرخي حبيبي كوكو، أين وجدتموه؟ واحتضنت الصوص وسألت الديكة. أحسنت يا منتظر، هاي شنو النقاط هذني؟ نقاط. أي نقاط، شو يسموهن؟ نقطتان ثلجيتان. نقطتا القول. زين، هاي العلامة شنو؟ علامة استفهام. أحسنت يا حبيبي يا منتظر. بلهفة، شنو نوع التنوين؟ تدوين الكسر. ممتاز، أحسنت يا بطل، أحسنت. محمد علي مازن. نعم سانسي. يلا حبيبي حمودي. لماذا لم تخبرني بأنكم وجدتموه فرخي؟ فجاب الديك مستغربا: كنا نبحث عن بيضتك لا عن فرخك. قالت الدجاجة: شكرا لكم جميعا يا أصدقائي. أحسنت، شنو هاي العلامة هنا يا محمد؟ علامة تعجب. أحسنت، مستغربا، شنو نوع التنوين؟ تنوين الفتح. ممتاز يا بطل يا شطور، أحسنت وبارك الله بيك. نبيل. شكرا لك. يلا نبيل. نبيل. نعم سامسي. يلا حبيبي نبولي. الأرنب والصوصو، الأرنب والصوصو والتوتو، الصوص كوكو. بابت دجاجة أم توتو عشر بيضات. نعم. حضنت البيض ورقدت عليه 21 يوما، وانتظرت حتى يفقس البيض. خرج دجاجة تفق
تفتش عن الطعام. هاي شنو العن؟ هاي شنو العن؟ حرف جر. أحسنت، أكمل القراءة. فتى الأرنبون الصغير يلعب في الكرة. فوقعت الكرة على البيض الدجاجة. أحسنت يا نبيل، أحسنت. حسين علي. شكرا لك يا وردة. حسن علي. نعم سانسي. يلا حبيبي حسوني، أكمل القراءة. فتدحرجت بيضة في القش بعيدا عن البيضات التسع، وسمع الأرنب صوت قشرة البيض تنكسر، فاقترب منها ورأى فرخا صغيرا يخرج من البيضة ويصيح: أمي أمي أين أمي؟ أريد أمي. فسأله الأرنب الصغير. زين، هاي شنو هاي العلامة؟ علامة الاستفهام. أحسنت، والثانية؟ علامة التعجب. أحسنت يا حسوني، بارك الله بك. جعفر علي. جعفر، زينب رعد. نعم سانسي. يلا حبيبتي زنوبة، أكمل القراءة. من أنت؟ تعال نلعب بالكرة. رفرف الفرخ بجناحيه. الصغيرين وصاح: أنا الصوص كوكو، أين أمي؟ أريد أمي. وأخذ يمسح ريشه بفراء الأرنب الناعم. ففرح الأرنب بصديقه الجديد. كانت الدجاجة تبكي على بيضتها، فسمع الديك بكائها وصاح على الكلب وقال: هيا نبحث عن البيضة. أحسنت يا زنوبة، بارك الله بيك. أكو أحد بيكم حبايبي الحلوين ما شارك بالقراءة لحد الآن؟ نكمل قراءة الدرس. يلا روزة. يلا روز. نعم. يلا حبيبتي، أكمل القراءة. نبح الكلب وقال للحصان: هيا نبحث عن البيضة أم كوكو. سهل الحصان وقال للحمار: تعال معي نبحث البيضة. نهق الحمار وقال: هيا بنا أسرعوا البيضة. مر الديك الأرنب فقال له الأرنب: أنا ما أسرعوا يا صديقي، تعال نلعب معي، أنا وأنت صديقي وأنا وأنت صديق كوكو. قال الديك بصوت حزين: لقد لقد ضاعت بيضة الدجاج. أحسنتي يا روزة، ممتاز. علي سيف. عبد الله حيدر. سانسي تقوم تيني؟ اي ما يخالف. نعم سانسي.
يلا هسه ابدا اقرا عبد الله حيدر وراء انت تكمل علي سيف. يلا عبد الله. وانا ابحث عنها. جاء الكلب والحصان والحمار فوقفوا ينظرون الى الارنب والديك والصوص. وجاءت الدجاجة مسرعة تصيح بلهفة: فرخي فرخي حبيبي كوكو، أين وجدتموه؟ واحتضنت الصوص وسألت: الديك لماذا لم تخبرني بأنك وجدتموه؟ وجدتم فرخي. أحسنت يا عبد الله. عبد الله شنو هاي العلامة؟ علامة استفهام. ممتاز. بلهفة شنو نوع التنوين؟ تنوين الكسر. أحسنت. يلا اكمل علاوي. فرسانسي. شكرا لك يا وردة. أجاب الديك مستغربا: كنا نبحث عن بيتك لا عن فرخك. قالت الدجاجة: شكرا لكم جميعا يا أصدقائي. أحسنت يا بطل. عندنا هنا التدريب الأول. يلا حبايبي الحلوين كنا نشارك بحل التدريب الأول. التدريب الأول. عندنا هنا يقول اقرأ السؤال ثم اكمل الجواب. أولا: كم بيضة باضت الدجاجة أم كوكو؟ يلا اللي يرفع ايده هو اللي يشارك بالحل. يلا رحمة. رحمة. نعم سامسي. يلا حبيبتي رحومة. باضت الدجاجة أم كوكو 10 بيضات. أحسنتي. ممتاز يا رحمة. إذن باضت 10 بيضات. ثانيا: كم يوما رقدت الدجاجة على البيض رتاج؟ 20 يوما. رقدت 21 يوما. 21 يوما. أحسنت يا رتاج. رقدت الدجاجة على البيض 21 يوما. ثالثا: بماذا لعب الأرنب الصغير حمزة؟ بالكرة. لعب الأرنب الصغير بالكرة. أحسنت يا حمزة. رابعا: شكرا لك. لماذا تدحرجت البيضة في القش؟ يلا منو يجاوب؟ درر. تدحرجت البيضة في القش لأن ال... عيد السؤال. لماذا تدحرجت البيضة في القش؟ تدحرجت البيضة في القش لأن الكرة الكرة وقعت عليها. ممتاز. الكرة وقعت عليها. خامسا: من هم الذين بحثوا عن البيضة؟ الذين بحثوا عن البيضة هم الديك و... يلا بعد من يشارك؟ أشوف البقية. يلا جعفر. الديك. نعم. والحمار والحصان. الكلب والحصان والحمار. أحسنت يا جعفر، بارك الله بيك. التدريب الثاني هنا يقول لنا نسوي بالبداية نعطينا الجملة مفرد، بعدين مثنى، بعدين جمع. اقرأ: الفلاح يحصد الزرعة. الفلاحان يحصدان الزرعة، صارت مثنى. الفلاحون يحصدون الزرعة. نحول هاي الجمل من مفرد ومثنى جمع إلى مؤنث. الفلاحة تحصد الزرعة. الفلاحتان تحصدان الزرعة. الفلاحات يحصدن الزرعة. أكمل: التلميذ يكتب الدرس. هاي الجملة مفرد لو مثنى لو جمع رحمة؟ التلميذ يكتب الدرس. نعم سانسي. رحومة، هاي الجملة مفرد لو مثنى لو جمع؟ التلميذ يكتب الدرس. شنو؟ مفرد. أحسنتي يا رحمة، بارك الله بيك. لأن شيء واحد.
نعم ممتاز يا رحومة، أحسنتي. التلميذان فراغ الدرس، يلا نشوف منو بعد يشارك. يلا نبيل. نبيل، التلميذان فراغ الدرس، يكتبوا من يصير مثنى شو يصير؟ يكتبان الدرس، أحسنت يا نبيل، ممتاز. التلاميذ فراغ الدرس، يلا نختار حسن علي. حسن علي، التلاميذ فراغ الدرس، يلا حسوني. يكتبان مثنى، جمع شو يصير؟ يكتبون. ممتاز يا حسوني، يكتبون الدرس. إذن يكتب مفرد، يكتبان مثنى، يكتبون الجمع. هاي كلها، هاي الجمل تدل على المذكر أم المؤنث درار؟ هاي الجمل تدل على المذكر أم المؤنث حبيبتي؟ مذكر. ممتاز يا درار، أحسنتي. التلميذة تكتب الدرس، هاي الجملة مفرد لو مثنى لو جمع درار؟ مؤنث. مؤنث مفرد أم مثنى أم جمع؟ التلميذة مفرد. ممتاز يا درار، أحسنتي، بارك الله بيك. التلميذتان فراغ الدرس، نختار منو بعد ما قام بالتدريبات؟ خلي نشوف زينب رعد. زينب رعد، التلميذتان فراغ الدرس، تكتبان الدرس. تكتبان الدرس، ممتاز يا زنوبة، أحسنتي، بارك الله بيك. نريمان، نرمونة، التلميذات فراغ الدرس، التلميذات تكتب مفرد، تكتبان مثنى، بالجمع شو يصير؟ هنا تحصد، تحصدان، يحصدن، يحصدن، يكتبن. أحسنتي، ممتاز، يكتبن الدرس، ممتاز. ميار حسام، ميار، شكرا لك يا وردة. ميار، هذه الجمل اللي نعطينا إياها تدل على على المذكر أم المؤنث؟ مؤنث. ممتاز يا ميار، بارك الله بيك يا شطورة، أحسنتي. راح نسوي مراجعة للضمائر، مراجعة للضمائر كلكم كاتبيها بدفاتر القواعد، أريدكم تتأكدون حبايبي من كتابتها بدفاتر القواعد. قلنا الضمائر تقسم إلى ثلاثة أقسام، الضمائر تقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هي أول قسم من يتذكره؟ من يتذكره أول قسم؟ لحد يفتح المايك حبايبي بدون ما يرفع إيده ويستأذن. أول قسم من الضمائر من يتذكره؟ تنتهي هذا قواعد؟ أي نعم، هذا بالقواعد كاتبي إحنا حبايبي. أول قسم من الضمائر حسين وسام؟ نحن. ضمائر المتكلم، ضمائر المتكلم، الضمائر تقسم إلى ثلاثة أقسام، أول قسم اللي هو ضمائر المتكلم، واللي هي تجي أنا ونحن، أنا أتكلم عن نفسي، نحن للمثنى والجمع. ثاني نوع بالضمائر قلنا هي ضمائر المخاطب، واللي هي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وحكينا عليها بالتفصيل ونطينا على واحد واحد مثال. أنت للمفرد المذكر، أنت للمفرد المؤنث، أنتما للجمع المذكر والمؤنث، أنتم للجمع
المذكر أنتن لجمع المؤنث. ثالث نوع ويانا بالتقسيم الضمائر هي ضمائر الغائب. من يتذكرها رتوجي؟ تذكرين ضمائر الغائب؟ نعم. اللي هي شنو؟ عفية هو؟ هو؟ هو هي هم هن هن أحسنتي. هو هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث، هما للمثنى المذكر والمؤنث، هم هم للمذكر لجمع المذكر، هن لجمع المؤنث. الغائب يعني ما موجود ويانا، تذكرون من قلت لكم ما موجود ويانا بالصف، يعني غائب يعني ما موجود. كنا هذه هاي الشاشة كنا كاتبيها بدفتر القواعد. هسه راح نقدر بما انه احنا راجعنا الضمائر راح نقدر نحل التدريب الثالث. التدريب الثالث يقول املأ الفراغ بالكلمة المناسبة على نمط المثال. الضمائر نعطينا اياها هو، نحن، انا، هم، هما، انتما، انتم. راح نختار هسه تلميذ تلميذ يقوم يحل لنا اياها بالسرع. المثال نعطينا مثال يقول مثلا هو بحث عن البيضة، هو بحث عن البيضة. أولا فراغ بحثت عن البيضة، فراغ بحثت عن البيضة. ايش راح نحط بهذا الفراغ عبد الله حيدر؟ نعم شانسي. ايش راح نحط بهذا الفراغ؟ فراغ. أحسنت يا عبودي، أنا بحثت عن البيضة، أنا بحثت عن البيضة. ممتاز يا عبد الله حيدر. شكراً إليك. ثانياً بحثتم عن البيضة، راح نختار منو بعد ما شارك بالتدريبات. خلي أشوف منو ما شارك بالتدريبات. بنين أسعد، بنين أسعد بحثتم عن البيضة. بنين أسعد، منتظر عباس، يلا منتظر. نعم شانسي. منتظر حبيبي. ثانيا فراغ بحثتم عن البيضة، شنو الحال؟ أنتم. أنتم بحثتم عن البيضة. ممتاز يا منتظر. ثالثا ميار حسام. شكرا إليك ميار حسام. بحث نعم شانسي. بحثا عن البيضة ميار، شو نحط بالفراغ؟ بحثا هو لا، بحثا مفرد لو مثنى؟ بحثا بحثا نعم مفرد. لا لا لا، بحثا شو نحط زين بالفراغ ميار؟ هما. أحسنتي ميار، هما لأن هي مثنى. بحثا هما بحثا عن البيضة. أحسنتي يا ميورة. نريمان، نريمان علي. نعم سانسي. يلا نريمان، بحثتما عن البيضة. رابعا شو نحط؟ أنتما بحثتما عن البيضة. عن البيضة. أحسنتي ميورة، بارك الله بيك. علي سيف، علي سيف. شكرا سانسي. شكرا إليك يا وردة. علي سيف بحثنا. نعم سانسي. يلا بحثنا عن البيضة علاوي. بحثنا. نعم نحن. نحن بحثنا عن البيضة. أحسنت، أحسنت يا علاوي. محمد علي مازن. شكرا إليك يا علي. محمد علي مازن. نعم سانسي. حمودي بحثوا عن البيضة، شو نحط حبيبي بالفراغ؟ بحثوا عن البيضة. شوف ايش باقي لنا هنا ما حطينا. هو بحثوا عن البيضة. بحثوا مفرد لو مثنى لو جمع محمد؟ بحثوا جمع. جمع. إذا شو تحط؟
هم. أحسنت يا حمودي، هم بحثوا عن البيضة. بنين أسعد بحث عن البيضة. بحث عن يلا بنونة، بحث عن البيضة. هو بحث عن البيضة. ممتاز يا بنونة، بارك الله بيك. شكرا لكم يا تلاميذ الأعزاء الحلوين. هسه الحال أنا بحثت عن البيضة، أنتم بحثتم عن البيضة، هما بحثا عن البيضة، أنتما بحثتما عن البيضة، نحن بحثنا عن البيضة، هم بحثوا عن البيضة، هو بحث عن البيضة. إلى هنا حبايبي الحلوين، أكو أحد عنده سؤال أو استفسار أو ما افتهم الدرس ماما؟ لا. لهنا حبايبي الحلوين ينتهي درسنا لهذا اليوم. أحسنتم يا تلاميذ. مع السلامة. شكرا على مشاركتكم.